حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد وحلقة جديدة من آرك سوبريم. يا جماعة الخير أنا اليوم جدا متحمس علشان أكمل مغامراتي في هذا العالم الأسطوري، ولكن قبل كل شيء خليني أوريكم كذا شغل على السريع. بس هذا المقطع برعاية موقع كودا شوب. يا جماعة الخير الموقع الأسطوري اللي من خلاله يمديك تشحن نقاط داخل الألعاب بأسرع وأسهل طريقة آمنة في العالم. إذا في حال كنت بشدات ببجي موبايل موجود على هذا الموقع، إذا في حال كنت بنقاط داخل كود موبايل أيضا موجود على هذا الموقع. تخيلوا معنا يا جماعة الخير بمناسبة العيد راح يسوون جيف أواي جدا أسطوري على بلاي ستيشن 5. كل ما عليك فعله يعز إنك تشحن نقاط داخل اي من الالعاب ومباشره راح تدخل السحب على بلاي ستيشن 5 بمناسبه العيد. يعني ايش منتظر عشان تجرب حظك؟ الروابط كلها بالوصف يا جماعه الخير، اتمنى انكم لا تقصروا وتجرب حظكم. لاحظوا يا جماعه الخير هنا مكتوب في خصم 35% على شداد ببجي وفرصه تربح بلاي ستيشن 5. مو بس انت تجيب يعني خصم 35% وايضا تحصل على فرصه انك تربح البلاي ستيشن 5 بمناسبه العيد. الروابط كلها راح تكون موجوده بالوصف يا جماعه الخير، اللي حاب يجرب حظه يعني لا تفوتوا فرصه ابدا. شكرا جدا لكودا شوب لرعايه هذا المقطع ولهذه الجوائز الاسطوريه اللي دائما تبهرنا. فأتمنى يا جماعة الخير لا تقصرون تضغطون على الزر لايك يعني علشان استمر لكم في هذه السلسلة الأسطورية اللي أنا متحمس بشكل مو طبيعي الآن. لأن شوفوا أنا طبعا بعد ما خرب بيتي بالحلقة السابقة رجعت بنيت البيت طبعا يا جماعة، حرفين خرب بيتي يعني الأمس مع الأسف الشديد، يعني والله ضيعت وقت جدا كبير بس ما علينا. المهم يعني أنا كنت حاطط 2 قاشة بيبي في هذا المكان، وشوفوا كيف كبروا الآن وصاروا كذا مرة كبار. هذول حاطهم يجمعوا لي فقط كوبر أور يا جماعة الخير، فخلينا نشوف إذا بنزلهم هنا ولا لا. أوكي بدون شر راح أسحبهم من الآن مباشرة خلاص، ما نبي ولا نخليهم هنا. أوكي خليهم هنا داخل البيت. هذا ليش دمه كذا قليل؟ جيب الان والله راح يموت شباب، راح يموت. اوكي معنا مثل ما شايفين يعني صلحت البيت، ولكن تعالوا اوريكم ايش سويت بالخارج قبل اطلع. يا جماعه الخير سلام عليكم يا حبيبي، هلا والله هلا والله يا حبيبي. اوه كان في اكثر ولا كانوا هذول بس؟ اوكي ما ادري والله شباب، احس ناقصين. انا كنت مصور المنطقه ذي بالكامل قبل اطلع، ضمنت نفسي يعني. راح تسالون كيف راح تطلع؟ بكل اختصار بشيل لي واحده من هذول وبطلع يا جماعه، ايزي جدا يعني. بحاول اشيلها كذا بسوي بيك اب وبطلع. اوكي كيف بس والله انه اسطوري صح، حورت المنطقه بالكامل عشان هم ينتجون لي اشياء، والان نتي نستكشف الاغراض. يا جماعه الخير ربي متحمس جدا. خبرتوني انه ممكالو حاول انك تخلي كل واحده منهم هذه برودكشن اني، بس يا جماعه الخير لازم تعرفون شغله انه اذا كان اني يعني راح اعطيك اي غرض من هذول العشوائيات، يعني مو يعني اني من الاشياء اللي مو موجوده بالقائمه. اوكي هذه لازم تعرفونها كويس، ولكن هو راح يعطيك بشكل عشوائي الرير ايتم اللي انت ما تعرف ايش. مثلا انا كنت حاط كل هذول يسووا اشياء، خلينا نشوف اذا تعبى اصلا الصندوق هذا. اوه ماي جاد يا حبيبي تعبى بالكامل تقريبا، يا خرب بيتهم شباب ما شاء الله. اوه ماي جاد الادوات النادره، ترى ايش راح اسوي شباب؟ راح اجيب الادوات النادره من الان. تعال نجيب بس الادوات النادره نشوف ايش راح يطلع لنا فيهم الان. نجيب الاغراض النادره بعدين نجيب الثانيين ونروح فيهم الى الداخل عشان نحاول نجيبهم. اوكي راح انقل كل شيء نادر معانا هنا طبعا، يبين اشارتهم كذا ازرق. خلاص هذه كل الاغراض النادره، يا رباه يا ولد ايش ذي الاغراض، ورا شيء اسطوري. اوكي معنا تعال نفك الان الاغراض، ولازم اروح البيت علشان اذا في حال يمدينا احطهم بحطهم في هذا الصندوق اتوقع، يب هذا الصندوق. اوكي بسم الله نفتح اول شيء. الشباب طلعنا الان خوذه نايس ون، طلع الان بيكاكس ولكن مو هذا يعني فاهمين الحديد، طلع شتجن اسطوري، طلع لي ايضا خوذه اسطوريه، طلع لي ذا اوكي نايس ون، طلع لي ذي خلينا نكمل شباب. يطلع لي بس خوذه وهذه الامور، انا صراحه كنت احتاج امور اكثر. شوف الغلط تطلع لي شتجن وهذا، يا الله كم مخلب صار عندي شباب. هذه الامور ترى ايش راح اسوي فيها؟ راح اجي فيها مباشره الى انا ما صنعت ابجريد ستيشن انا. اوكي على بالي صنعت وحطيت هنا في هذا المكان بالتحديد. ما علينا شباب نحط الابجريد ستيشن هنا ونفتح الان، وبمباشره ايش راح اسوي شباب؟ راح احط فيها كل الاغراض هذه، ولكن مش الشتجن هذا، المسدس هذا مثلا ما يهمني، البنطال هذا راح اخليه، الملابس هذا راح بس هذا الشتجن وهذه الامور. تعال نجيب ذي يا جماعه الخير. اوكي كذا اتوقع كافي، ليتس جو سالفج. يا ساتر يا الاغراض مو طبيعي كم يعطيك بوليمير، مو طبيعي شباب. انتوا لسه مو شايفين شيء. اوكي ولكن انا شباب بحاجه لذي دروع ما اخبي عليكم، والله ما ودي افرط فيه شباب معليش يعني. اوكي شباب بسم الله مستعدين الان، خلينا نفكفك الان نشوف ايش راح يطلع مني. سيليكا اير، ميديكال اير، كوبر اور، كوبر اور، شايفين الكوبر اور؟ واو شوف شوف الادوات، شوف الادوات شباب. دقيقه ما راح يمديني اتحرك، خليني واقف هنا شوي لازم اكون هنا عشان يمديني افتحهم. اوكي راح نفتح كل شيء وراح نستكشف بالاخير ايش صار معنا. 79 كوبر اور شباب 79، هذا انا اللي كنت احتاجه بالتحديد والله. الفرن هذا اللي عندي هنا وراح احط فيه الكوبر اور، لازم اصنع من هذه ضروري اللي اسمها الدلتا انفيوزد ميتال عشان اصنع سادل اللي راح يركب على هذا المخلوق اللي عندي المخالب يعني تمام. ولكن لازمنا الدلتا بلود يا جماعه. هلا ترى عندي الدلتا بلود ولا شوف ما عندي الدلتا بلود، والله والله مشكله والله ما عندي جلايدر، بضطر اني اشيل واحده من هنا وبركبها بعدين. لازم نشيل هذه شباب من هذا الطريق الان ونجي لهذا المكان ونركبها مباشره في هذا المكان. ليتس جو شايفين كذا بمشي شويتين لورا وبيركبها اوتوماتيكيا على المكان. يا سلام اوكي ممكالو فين بتروح؟ هذاك ايش هذاك اللي بالعلى شباب؟ هذاك الترايك اللي ما بدانا اصيده اتوقع اربط وات شباب. دلتا ترايك دلتا كيبل 3 يحتاج، ما عندي دلتا كيبل والله اني كنت ربطته ذا شباب. يا الله تعال نذبحه، ولك تعال ايزي هذا نذبحه والله شباب، نعطيه سهم مخدر واذبحه ايزي والله. تعال هنا طيح في ارضك الان،
تعال بذبحك ايزي الان. والله ايزي شباب، مشينا مشينا اذبح الان، يلا مع السلامه. ودي على الملعب حبيبي. طبعا كان لازم اسوي كذا ولا كان ذبحني يعني بعد ما اعلنه. ولكن الفرق الان معي الاكس الاسطوري اللي يمديني الان اجمع مليون وحده منه الان. او 80 دلتا هاي 28 بلوت. او ماي جاد، احس هذا راح يكون اعاقه لي اني ادخل كل مره لهنا شباب، فلازم لي الجلايدر ضروري. كنت طرت للمكان على طول، ولكن ما اتوقع بحط حمايه بوقت الحالي، ما برجي وارجي مره ثانيه. اوكي طيب، راح نجي لهنا شباب، راح نحط معانا البلد هنا. يمديني طبعا اصنعه ولكن لازمني خشب، فراح ندور على الوود الان على طول. شغل يا مدير شغل. الله بدا يصنع لي شباب، بدا يصنع لي اخيرا عشان نصنع السادل لابو مخالب ويكون ابو مخالب ريدي للمعركه. يا جماعه والله اني متحمس جدا، خلينا نصنع هذه الان بما جبناها. خلينا نراقب تحت ايش في عندنا شباب. خبرتوني كلكم ممكالو روض حيوان اللي اسمه جربوع، مدري شيء كذا من هذا القبيل شباب. انا ما ادري ايش ذا الحيوان، ولكن رحت شفت يا جماعه الخير وتاكدت طلع هذا الحيوان اللي اسمه جربوعه، اتوقع اسمه جربوع. يلا نسميه جربوع الان. اوكي هذاك هو الان الدلتا جربوع شباب، شايفينه؟ يحتاج واحد كبل، بس واحد كبل. هذا قلتوا لي سريع جدا عشان تنقل، فيحتاج كبل واحد. تدري ايش، انا بروح بجيب الكبل على طول بصنعها الان. مديني اصنعها طبعا، بجيب لي شويه توت هنا يمين يسار. هذه كل انواع اللي تبيها الان، اللي تحتاجه قلبك يحتاجه الان. كبل، هذا هو الكبل شباب، حبه كبل. بالله واحده ثانيه ارجوك، واحده ثانيه. ما عندي ميجوبيري شباب، يا الله صنعت كبل واحد. اوكي ما علينا، روح روح شباب، مشينا نروضوا الان مشينا. مين كسر البيت هنا؟ هي ورع 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 ورع. هي 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 يا حيوان، والله دمر لي كل شباب، دمر لي كل شيء. دخل علي، دخل علي شباب، دخل علي. والله اني كنت خايف من ده. يب هذه العقبات اللي ممكن نتعرض لها طبعا، برغم من انه معانا دروع، برغم انه معانا كل شيء، ممكن نتعرض لكذا شيء وندعس دعس مو طبيعي شباب. هذا الشيء جدا عادي، راح يكون عادي جدا شباب. انا اتمنى انه ما يكون قضى على البقيه، انا بس ابي الكفر اور لا يطير مني صراحه، الباقي شويتين نص نص يعني. هذاك هو يدمر ببيتي، تعال هنا. ايش فيك يدمر ببيتي؟ ما شبعت يعني الان؟ دمر لي بيتي ولا يا شباب؟ لا والله ما دمر لي بيتي، بس يعني كسر لي الاشواك هنا بسهوله. شوف هذا هنا ميت، ما تبي تتحرك من هنا يا اخي؟ تعال هنا يا اخي، تعال هنا، تعال هنا. ايش تبي تسوي؟ تعال هنا، الحقني بسرعه. خليني اسحبه لمكان بعيد شباب الان، بخليه يبعد عن المنطقه بالكامل. يا اخي ما تراك وخرت عني، اذبحني يلا اذبحني، خلاص مع السلامه. والله العظيم لانتقم منك انتقام الجرابيع الان. اصبر بس خليني ارسمه في بيتي الان. استخدم بيبي يطلع لي هذيك الامور، كان عندي بيبي اتوقع لسه يطلع كبر اور شباب. ليتس جو خلينا نشوف. ليش ما حط كل البيبي يطلعوا لي اشياء شباب؟ كذا بيكونوا محميين جوا البيت لبين ما يكبرون، هذا اللي يبون مليون سنه يكبرون. الا والله فكره والله شباب، لبين ما اصنع شيء شغله كذا لهم. نايس والله، لا انا لا مو فاضي لهم ابدا والله شباب للامانه يعني. كريستال كمان، ولا تدري ايش؟ يبعطني كريستال انت الان. برودكشن كبر اور، اوكي نايس، كذا صار عندنا كبر اور كثير مره شباب. راح نعطيهم الان ستونات طبعا مو كذا يعني. وهذا الان شباب راح تجيب التوت، ورجعت الان مديني اصنع كم كبل الان؟ اوح والله مداني اصنع اربع كبل، ومعي واحده خمسه كبل يعني الان. فمديني اروض الترايك هذاك اتوقع بالراحه، صار مديني دلتا هوني. والله الموضوع صعب، اللعبه صعبه شباب. هذا الجربوع اللي كان هنا كمان ودي اروض ذا، يحتاج كبل واحد هذا والله. والله اسكو بننزله ذا والله شباب، ليتس جو بننزله الان، مع انه حرام اصرف عليه التوربر كذا. وقف مكانك، وقف مك. لا مو مو كذا، مو كذا، مو بهذا السهم يا الله، مو بهذا السهم. لا 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 امشي امشي، يخرب بيت يخرب بيت شباب، خربط بالسهم والله. طيح في ارضك، طيح الان. واخيرا نفتح الان شباب، نعطيه بس حبه طبعا، ما نعطيه ولا حبه. سبليت 1، خذ حبه الان. ليتس جو شباب، سلام عليكم يا عزيزي، هلا والله. صح صح يا جماعه الخير، صح الجربوع هذا، صح الدلتا جربوع الان. اوه بدي اركب بسرعه، ولكن بدي اركب بدون شيء. او ماي جاد نايس 1، يا ساتر شباب. الله 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 الله، ينط كمان كذا. او ماي جاد، قسم الله اسطوري. بالله جمع توت سوي لك حركه، بالله بالله سوي حركه جمع توت يا اخي ارجوك. وات ايش سوى؟ شباب عملها تحت واختفى الموضوع بالتحت بالكامل، ايش صار؟ يا ساتر شباب، الله 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 الله، والله شيء رهيب والله. بنروح نجيب على طول يا ساتر يا التنقل، قسم بالله اسطوري ذا بالتنقل شباب، والله اني فرحت كثير والله. اهم شيء انه لا يتدمج، تخيل اطيح كذا بالارض ويتدمج الان، صراحه تعتبر مشكله دي. ما تدمج ابدا، ولك ما يتدمج ذا. يو يا اسطوري والله. تعال تعال لا تلحقني، اوكي خليك معي خلاص تعال. يا سلام، اوكي نايس ون. تدري ايش، لا تروح لعنده الان، وقف عندك الان. يا سلام نزل بالارض شباب. اوكي نعطيه الان ثلاثه ثلاثه ثلاثه، ليتس جو. بسرعه بسرعه فك الان، اعطيه الثلاثه، خذ واحد، اصبر عليه يصحى الان. لازم ابعد من ذاك، بس انا خايف من ذاك والله شباب يهجم علي. يلا سريع قبل يجي ذاك، والله اني خايف والله. كفو تعال هنا، ليتس جو. مشينا مشينا خلاص، ما عاد ابي شباب ما عاد ابي. والجربوع جربوع جربوع، حط الجربوع هنا شباب. جربوعك الان يا ممكالو، اركب الجربوع وماشينا الان. يا سلام، هذول مسالمين ولا مو مسالمين هذول؟ والله احسهم مو مسالمين ابدا. اوكي ايش عندنا هنا كمان؟ عندنا ما بقي معي كبل. تعال هنا شويتين، هذه سحليتي المفضله عشان احب ذي السحليه كثير. واحده اثنتين، والله كان يمديني اجيبه لنفسي ذا يعني، بس يحتاج اثنين كبل شباب. ما ادري والله كان لازم اجيبه لنفسي والله من جد.
تعال هنا، وين رايح؟ وين رايح طول العمر؟ وين رايح حسب نفسك؟ وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح وتسافر يا الغالي؟ وين تسافر يا الغالي؟ تعال هنا، ابي الدلتا بلوت عندك، اعطاني بس 20 يا خساره ال 20 اللي اعطاني اياهم. وهذا ايش وضعه هذا كمان؟ هذا لازم اذبحه شباب، بس هذا اذا ما خدرته ما يمديني اذبحه. لان اذا هجم علي راح يقضي علي شباب، ليتس جو، خدروا الان ونذبحه الان شباب. والله اني اسف بس محتاج الادوات ذيك عشان يمديني اصنع اشياء اكثر. بس نصنع السدل تبع المخالب الان، وربي متحمس كثير راح ادمج فيه. لا 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 كويس ما طلقت فيه بهذا، لازم كذا اجمع. الله اكبر 44 مع 60 هايد. اوكي شباب اوكي، وين كان مكاني اللي انا باني فيه؟ هذاك هو المكان. اوكي نايس، لازم اخلص من هذاك اللي موجود وراي يا اخي. لازم والله هذا نشيله من هنا يا شباب، والله مضطر اني اشيل ذا من هذا. ايش هذا؟ هذا ايش هذا؟ دلتا، كفو دلتا كمان. هلا والله دلتا، تعال تعال تعال. هذا كمان دلتا شباب، هذا باراسور مسالم. اوكي ما راح يسوي لي شيء. تعال يا دلتا تعال، كم مره تجون دلتا من هذا المكان؟ والله مو طبيعي والله شباب. هو كان لازم اروضه لذا، كان ايزي اروضه الان. والله ما عليه، تعال اعطيني الدلتا هايد والدلتا الامور كلها اللي طيبه. واو يا لالا صاروخ، واو واو واو. لا 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 ايش جاني دخت دخت، من ايش دخت؟ من ايش دخت شباب؟ من ايش دخت؟ يا ساتر انا دخت من ايش؟ واو ايش اللي يهجم علي؟ هذا هذا تبع الدمو مليار، الدمو مليار. اوه خلص ذبحني ذبحني ذبحني، استسلم استسلم ذبحني كفو. 161,000 والله من ضغط صارت خطر شباب، والله انه صارت نطاطي خطر يا اخي. تعال يا القاشي تعال، تعال يا حبيبي تعال، تعال يا قلبي تعال، خذ يا القاشي خذ، خذ يا القاشي خذ، كل تمعن كل يا القاشي كل، كفو ليتس جو. ايش خواصك الان؟ بشوف قبل اروح البيت. برودكشن ثاتش فلنت ميتال، ميتال يعطيك ميتال، يعطيك ميتال. وات ما عندي ولا واحد يعطيني ميتال شباب، في يعطيك حديد كمان. بول 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 بول، والله رهيبه ذي الفكره والله. هذا آه الان دخلت هنا شباب، خلاص ضب ذا. شوف اذا ترى هذول جمعوا اشياء، ما يجمعوا لازم يكبروا. يا الله لازم يكبرون هذول كلهم، لازم يكبرون اجل. اوكي مو مشكله خليهم الان في هذا المكان. تعال انا جبت بلود الان علشان احطها هنا وعشان احصنا اكثر. شايفين كيف جبت الان البلود هذا؟ بالله عليك خليني اصنع ابو مخالب، بالله تكفى. اوكي ليتس جو نجيب التراك، بس لازمني كمان يعني شباب ما استفدنا. شوفوا الان استفدنا بدون ما نستفيد، يعني الان احتاج سادل للتراي هذا كمان ايضا. شوف الان دلتا، اذا كتبت دلتا هنا تراي، يب هذا هو، اتوقع انه هذا يب دلتا ترايك سادل. 140 هايد بس يحتاج، معي ما عندي شباب، ناقصني بس 20 ترى، ناقصني بس 20، معي كل شيء بس ناقصني 20. يعني انا صرت اصنع اسهم مخدر عشان اطيح بالحيوانات بعدين اذبحها اخذ منها جلدها. هذا راح يعطيني جلد بشكل جدا جدا كبير يا جماعه هذا التراك. فراح اجيب الجلد وراح اصنع سدل للمخالب عندي واطلع اجلد المنطقه كلها جلد مو طبيعي الان. لا لا يب مات الان. اوكي نايس، اعطاني 56، ما اتوقع يكفي. لا 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 ارجوك ابعد عني، هذا ايش جابوا لنا شباب؟ هذا 288 يا الله، يمكن ما يكفي ما ادري شباب الان بنشوف. اوكي 288 دل دل، اوه ماي جاد برق رعد. واخيرا الدلتا شباب يمديني، اتوقع هذا هو خلاص ما عندي غير شباب صنعته الان. واخيرا وليس اخرا يا ولد واخيرا، والله شباب مخالب هنا يجي يجلد جلد مو طبيعي الان. ربي لاجلدكم جلد، ودي اشوف بس كم دمج راح يطلع ابو مخالب الان. هذا هو شباب، هذا هو ابو مخالب. يا ساتر شوف، مع انه ليفلك قليل ابو مخلب ولكن بعلي لك دمك الان، حاول اعلي له دمه شباب الان على الاخر. واخيرا حانت اللحظة المناسبة اني اجربه شباب، والله يا اني متت. هذا يدمج كثير صح؟ يدمج يجمع توت ولا لا؟ بالله خليه يجمع توت. اوه وات يجمع توت، يجمع توت كمان. يا ساتر يجمع توت، والله ما عرفت، والله والله ما عرفت يا جماعة انه يجمع توت، والله اني ما ادري. هذا ايش في عندنا هنا بالهذا؟ يمديني الوت ولا لا؟ ما يحتاج الوت، بس بشيلها الان لان كذا مزعجة بالمكان يعني. بس عشان تختفي. اوه وات اركب شويتين، دمه 430,000 صار الان شباب، 430,000 المفروض يكون كويس نوعا ما. فبحاول اروح اجلد فيه، بس اهم شيء انه يجمع لي توت كمان. هسه بلاني فرحان جدا لهذا التوت اكثر شيء كمان شباب. بدي اصنع كبلاتين. اوه لازم ابعد من ذاك والله، لا لا تجلد مع ذا، ابعد من ذا. هذاك ايش هذاك شباب؟ 133,000 والله هذا ابيكس، هذا راح يجلدني جلد والله. الترايك هذا، اوه الترايك هذاك كويس اتوقع الترايك. شباب انا خايف والله، بس فاير هذا الفاير كمان شباب راح يجلدني جلد والله اذا شافني. ما ودي يعضني عضه اموت يعني، فاهمين الفكره؟ كم يدمج؟ اوه نايس والله كفو، دمجت شباب نايس ون. قاسم انا جلدته ومشيت، ليكون جاني الثاني ما جاني. 9000 يدمج، اوكي نايس والله. بحاول ازود كل شيء الان بهذا. هذا ايش هذا نوع الان؟ اوه هذا لا اقرب منه شباب، هذا لا اقرب منه والله، بيسلخني الان سلخ مو طبيعي. هذا الجربوع تعال هنا، تعال هنا الجربوع، تعال تعال هنا يا الاجرب، تعال هنا تدعسني، تعال هنا الاجرب، تعال من طور الالفا ذا. ابي امسح المنطقه مسح الان هنا، والله اللي جول هنا امسحك مسح انت وياه. ما بذبح هذا التراك لاني مو واثق ايش بسوي فيه لسه، فبخليه في حال سبيل الان ما علينا، مؤقتا بس لين ما اخلص شغلي الان. ليتس جو قبل يجيني احد شباب، نسيت دلتا ثيري كذا اسمه، دلتا ثيري 560
وينه؟ ها راح يكون جدا بعيد علي شباب، بس اتوقع يمديني انتقل بالجربوع اللي عندي، في عندي الجربوع هذا، يب الجربوع هذا انتقلت راح يكون جدا سريع. بالله شباب خلينا نروح نجيب هذاك وما يصير لنا اي شيء ابدا، ارجوكم بالله عليكم ارجوكم. لا حد يذبحنا ونتعرض لقتل الان. شوف يلحقني واحد. واو ايش ذا اللي تحت؟ ايش ذا اللي تحت؟ دخ دخت منه شباب. واو واو اقفز اقفز. بالله سلميه ودي ها بولدوغ اهدى. اوه يمديني انزله شباب يمديني والله. بالفعل يمديني انزله الان، هذا هو صاير عندي هنا. اشيل ذي الاشاره. ولكن اتوقع انه واو ايش فيه؟ ليش ليش هجم؟ ليش ليش؟ اصبر حبيبي اصبر. اسمع صوته يلحقني والله يلحقني ابو مخالب. تعال ابو مخالب تعال هنا تعال هنا انزلك شوي لتحت. لا لا ما يطرني كثير البعض. تعال هنا. كفو. يمديني شباب ولا ما يمديني؟ والله ما اعرف. خذ هذه على السريع الان. اوه بينزل من طلقه ثانيه. انزل انزل طلقه بس طلقه بس طلقه لا اموت. وينه؟ هرب 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 هرب. انحشر هنا. كفو كفو انحشر هنا. تعال تكي تكي شويتين. 14 كيبل يحتاج. ما حسبت حساب 14 كيبل معي 13. يا رب انه يرضى شباب يا رب انه يرضى. يحتاج 14 ما معي غير 13. هو كاتب تقريبا 14 بالله ارضى 13 بالله ارضى. لا يحتاج له حبه كمان. لا مستحيل والله مستحيل. يس ليتس جو. بروح البيت باسرع وقت بجيب الكبل وبرجع شباب الا ما اجيبه الان. شباب انا الان تقريبا وصلت لعنده الان من جديد، راح اعطيه ال 14 حبه كبل. شوف ما حد جاء لهنا. كفو لسه طايح. بس اتوقع راح يحتاج من جديد صح؟ خليني بس اشيك ايش وضعه الان. يب راح يحتاج من جديد، راح يصحى ترى قرب يصحى. يا رب هذه المره تكفي. ترى جبت 14 الان شباب، ترى جبت 14. امسك مسدس كلام مكانه. قاسم لو سويناها شباب جبنا اقوى نوع مخالب بالحاليا موجود بالسيرفر. اقوى حيوان مخالب موجود بالسيرفر شباب. والله اذا ما كفى ال 14 ما راح افهم. ترى خلاص يعني المفروض يكفي الان. قبل كذا وقفت عندي هنا. ليتس جو. راح اسميه الان شباب كينج مخالب احسن. او بسم الله باري والله رعبني. الو الو ايوه اوكي دمج. والله لازم اطلع احارب فيه عشان اشوف. اوكي شباب 844 بس لازم احارب فيه اكثر عشان اشوف. تمام راح اضب هذا الان اللي معاي وراح امسك هذا وراح اروح اني اقاتل الديناصورات الصغيره اللي تكون موجوده هنا في هذا المكان. هذا ايش بيكون معنا هنا هذا الان؟ هذا مشكلة دمي مو كثير، ما ودي اضحي فيه بزيادة كمان، انا خايف والله شباب. نضحي بهذا التراك مثلا. 5000 اوكي ويدمجني 2000 عادي جدا. شيء ضاهي شيء يعني، ترى دفاعي قوي جدا يعتبر. ما بحاول اذبحه فل ذبحة شباب، بحاول بس اذبحه كذا. اوه ماي جاد 61 ليفل. 61 ليفل. هلا والله 61 ليفل. تعال كذا اي شيء يجي امامي شباب اسلخ. لا لا مو هذا مو هذا، هذا والله اخاف اني. تعال انت الان هنا. 28000 صار دمجي. 28000 شباب. بس لا انتبه لا شيء بعيد الان. قلت لك واحدة كذا والله لأوريكم والله. لازم ولا بد اني استكشف هذا ايش وضعه الان. ليفل 560. شوف انا ما راح اشتغل 560 راح اجيب ابو 380 شباب. خلينا نروح نتاكد يا جماعة الخير بالذات نفس الان لاني نسيت صراحة كم كبل كان يحتاج يعني. ودي اروضه مباشرة الان فورا وحالا عشان اختبر دمجه لاني انا بحاجة الان الى اي ديناصور دمجه يكون قوي شويتين عشان احمي نفسي فيه واحاول اني اضبط وضعي. يحتاج 6 بس اوكي ليتس جو شباب. نزلوا الان على طول هذا الالوسوروس. ما في حد حوالين الان. شيء جدا اسطوري. وقف مكانك اي الو. والله شكله خرافي والله والله شكله خرافي شباب. ما اخذ وحده. شلون ما اخذ وحده؟ شلون ما اخذ وحده؟ واو والله بيدرسني والله. واو منين جاء الثاني؟ منين جاء الثاني؟ اوكي ابيكس الوسوروس داسني. ضيعت وحده ثانيه. خذ وحده بس على الاقل يا اخي يا الله. خذ وحده الان. اوكي عادي عادي مو مشكله. سريع جدا شباب سريع جدا. اوه في جرابيع كثير هنا والله شباب. دقيقة شوي. كانوا في جرابيع هنا يمديني استفيد منها بشكل. تعال انت الان ايش رايك؟ جيب لي هذا الدلتا هذا تبعك الان. عطني الدلتا كمان الان. دمجت 350000 شغلة. وش اللي دمجت 350000؟ قاسم لا خفت فكرت الدمج جاء علي والله شباب. باقي معي أربع أسهم شباب. باقي معي أربع أسهم. فين راح هذاك؟ هذاك هو تحت. والله إذا ما صبته مشكلة. يس وأخيرا. كم باقي له ذا؟ بدي يهرب بدي يهرب شباب بدي يهرب. جاني الثاني. من فين جاني ذاك؟ ذبحني ذا جالس يستلمني ذا. يا ربي موتك يا ربي موتك يا ربي. هذا هو. ايه مو وقته كله هذا. شلون رسم هنا؟ لا لا هذا ليش بيتي شباب؟ هذا مو وقته الان ابدا. بس ابي ارسم بس ابي اجلد الالوسوروس ذا. كفو نزل نزل الكاميرا. تعال هنا بدي اهرب بدي اهرب شباب بدي اهرب. طيح يا اخي طيح خلصني الان طيح ارجوك طيح. خليني اشيله بسرعه قبل ما حد يجي شباب. خذ خذ الدلتات تبعك الان ما ادري كل او واحد كم تبي الان. انت بست الان اصعب. كفو يا سلام الالوسوروس صار عندي. ليتس جو يا شباب ليتس جو صار عندي الالوسوروس وربي. اوه اح راح يذبحه راح يذبحه شباب راح يذبحه. كفو انتقم منه انتقم. ذبحه والله ذبحه اتوقع شباب ذبحه. يب ابلع يا البيض ابلع.
ابلع يا البيضة، كفو يا تراك، كفو يا تك تراك، كفو ربي تراك أصلي والله. أوكي شباب، نحن الآن جبنا الألوسوروس، وأخيرا هذا هو شباب الألوسوروس، دلتا ألوسوروس يا حبيبي. صار عندنا الدلتا ألوسوروس، وصار عندنا أيضا هذا الفيميل الأسطوري شباب الخارق. شوف شوف جيشنا صار يكتمل شباب من هذا. أوه ماي جاد نايس ون. ولكن كيف أصنع السادل؟ خلينا نعبي دمه شويتين شباب، نخليه فل دمه الآن ما يكون أبدا ناقص. ألوسوروس هذا هو شباب دلتا ألوسوروس. أوه معي كل شيء صنعته شباب، صنعت السادل بس ناقصني أتعلمه. دلتا ألوسوروس هذا، وليتس جو شباب صنعتها. الله هلا والله، هلا والله. ليتس جو نختبر دمجه الان الخيالي شباب، لازم ولا بد نختبر دمجه الان. انا صار معي كل الامور والله شباب، وضعي صار بالسمباتيك الان. انا اخاف شباب من الحيوانات بشكل كامل هنا، فعشان كذا خليت دمه الان مليون وشويه، ما ادري مليون وكم بس اخذ دم مليون وشويه. لازم اذبح هذاك الليفل 60، هذا 360,000. ما ودي اشتبك بهذول كمان بنفس الوقت، ودي اني اذبح ذا. هذا كم؟ 7000. اوه ابو مخالب اقوى، اجل اجل ابو مخالب اقوى شباب. هذا جالس يهجم علي والله، هذا بيشوهني الان شباب. نذبح ذا على السريع. صراحه ودي اني اكل عضه من ذا شباب، ودي بس اكل عضه من ذا. ذا الالفا صح، عضني عضه بس. كم؟ هات لك ضربه، ضرب 22000. 22000 اطفر اطفر اخي عمر اطفر. 22000 والله كثير، ما توقعت شباب، ما توقعت والله كثير والله. مع اني مديني ادعسه اتوقع شباب، مع اني مديني ادعسه الان. ما ودي اشتبك فيه بس اتوقع مديني ادعسه قبل يدعسني. حبيبي وخر انت الان، ولا تتعرض لي ولا اتعرض لك، مع السلامه. تم الجلد بنجاح تام. هذا الجربوع شباب تتذكرون ذا؟ تعال هنا. تتذكر حبيبي تتذكرني الان انت؟ تذكرني حبيبي الان تتذكرني ولا ما تتذكرني لما تيجي تدعس لي كل مره؟ يلا وخر من هنا بسرعه. هذا الدلتا شباب، اوه هذا الدلتا رسم هنا جديد، هذا الدلتا. تعال ادعسك. شوف 29000 يا رجل، ما يمزح ابو مخالب شباب. والله مديني ادعس كل الناس والله. شوف تحرشت، بموت 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 بموت. طيب 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 سحبت 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 سحبت، كنت بموت والله، كنت بموت. اوكي على وشك والله، داش دمجني 200000 200 مدري كم. يخرب بيته يا شباب، يخرب بيته والله. هذا شكله حلو شباب، بس انا مضطر اني اذبحه والله. وصباح الخير يا جماعه الخير، الان رجعت لكم من جديد، وانا جدا متحمس علشان اوريكم ايش سوينا بالامس يا جماعه الخير. سوينا عده امور على البث المباشر، اتمنى اللي ما يتابعني على البثوث يتابعني، رابط البث موجود بالوصف راح يطلع لكم امامكم الان يا جماعه. طبعا البث راح يبقى بالبث، ما راح انزل منه شيء ابدا للمقاطع، فراح نسوي اشياء اللي انا اتعب فيها جدا لما اسويها بيني وبين نفسي خلف الكواليس، ويعني تستمتعون انتم معنا ادردش معاكم شويتين كذا. المهم يا جماعه الخير، راح تلاحظون انه القاش انا شلته من هذا المكان بالكامل، والسبب كان انه كان في روكس نوكلي يتجول هناك، وكان في روكس ايضا من هذا المكان، واحد دمه مليار و700 واحد مليار و900. ما كان حل الا اني انتقل من هذا المكان واروح اشوف لي مكان ثاني، فشي جدا خطير صراحه. بوريكم يا جماعه الخير القارب الاسطوري اللي عندي صراحه. كنت افكر اني اخلي هذا القارب قارب التنقل، احط فيه بعض الموارد احيانا راح احتاجه عشان انتقل الى مكان اخر، ولكن ربي انه جدا اسطوري شباب. هذا اللي يهجم علي ذا، لا 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 والله بيهجم علي ذا. اما هذا ليفل 1، هذا ايش هذا ليفل 1؟ واو هذا ايش دمه ذا؟ 5 مليون دمه راح يهجم علي والله، 5 مليون. طب تعال نشوف اذا بيجي معي هنا ولا لا شباب. اوكي اركب اركب امشي اركب اركب امشي شوي امشي. اوه دمجني، دمج القارب تبعي. المهم شباب هذا هو القارب تبعي، شوف لان القارب محلاه وربي انه قارب اسطوري بكل معنى الكلام، والله انه خرافي شباب. طبعا مميزات هذا القارب انه يمديك تبني عليه اكيد. اوه شوف كيف دمه صار الان يا ساتر، يمديك تبني عليه طبعا اي شيء تبيه مثل بلاتفورم مثل البيت، ولكن ما علينا. تمام خلينا ننتقل لذاك المكان يا جماعه الخير. اوكي صار في خطا شباب، ما علينا. اعطاني باريو هديه، هذه الدروع اللي شايفينها امامكم، هذه الدروع مهما تموت هي دروع دلتا ما راح تروح منك ابدا، كل واحد منهم تعطيك 2000 ارمر، شيء جدا انا متحمس بشكل مو طبيعي عشان افتح دروع الالفا، دروع الابكس، دروع البرايم. يا جماعه والله العظيم السيرفر هذا اسطوري قسم بالله، اني مستمتع بشكل مو طبيعي. شايفين كيف تسوي سبيس 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 كذا، تصير اسرع بكثير كانك جوال. الله السلام عليكم شباب، انا حبيت اني ابني في هذا المكان. شوف كيف راسهم طالع للقاش الان، حبيت اني احط هذا البيت في هذا المكان. خليني ادخل اوريكم، اسوي لكم كذا فره بسيطه الان. السلام عليكم يا القاشه، جوعانين القاشه؟ اوه بدا يجوعون القاشه والله يا ساتر. اوه لسه بيعطوني والله، يعني لسه. اوه ماي جاد نايس ون والله، ليش فيهم موارد؟ انا حطيت فيهم فايبر لما طلعت، لسه فيهم فايبر والله. دقيقة شو، حملت وحدة بالغلط ما كان ودي احمل. خلينا نشوف اذا فيهم كم وحدة الان. اوكي هذا فيه تقريبا، هذا فاضي، وهذا فيه شويتين، وهذا فيه شوية، وهذا فيه اثنين. اها انا فهمت شباب، انا اللي استوعبته الان انه القاشة هذا ما يشتغل اذا كنت برا السيرفر، لان انا بالامس حطيتهم الى الان ما انتجوا شيء يعني يعتبروا، لسه الان جالسين ينتجون. اها لازم اكون موجود انا علشان يبداوا ينتجون، صراحه شيء جدا غريب ذي، بس ما علينا. اوكي فهذه هي الاطلاله يا جماعه الخير اللي بتشوف الان لهذا الجول في هذا المكان. ولكن شباب اسمعوني كويس، اذا كنت بحسب هذا بيتي فانت غلطان عزيزي، لا
يعني انا غيرت رايي من جديد وما بهذا البيت، اوكي؟ انا راح اشيل هذا المكان من هنا او ممكن اخليه ما ادري، ولكن هذا المكان جدا خطر يا جماعه، جدا خطر. انا بس اخاف من الحيوانات تجي تدمر لك كل شيء في ثواني، لذلك في عندنا مكان اسطوري جدا لازم اوديكم عليه، لازم ولا بد اني اوديكم عليه. ليتس جو نروح يا جماعه الخير واعرفكم على منزلنا الجديد حرفيا اللي راح اشتغل عليه اليوم على البث. طبعا راح اسوي بعض الامور والتطويرات عليه، فيا عزيزي تعال على البث وشاركنا علشان نحاول نسوي هذه التطويرات، ومع عليكم بالمقاطع راح نطلع نروض ونسوي اشياء جدا كثير. اوكي اوكي ليتس جو شباب، خلينا ننتقل الى هذيك الجهه الان من هناك. حنطلع شويتين هنا، اهم شيء لا هذا اتوقع الجهه صايره من هذا المكان. اوه هذه اول مره اسحب معي بالطيران كذا. اوه ماي جاد، ما يصطيران يا ممكن، ايش الطيران؟ بل 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 بل. شباب المكان اتوقع انه صاير في هذا المكان. سلام عليكم يا منزل ممكالو. الله شباب شوف الان مخبأ سري عند الشلال هنا. خبرني من هو الديناصور اللي راح يجيك لهذا المكان؟ ما في ولا ديناصور شباب، حرفيا انا ملك هذا المكان. شوف المكان كذا ما اوسع يا جماعه الخير، شوف 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 شوف, شوف المساحات، يا ساتر اقسم بالله انه مكان جدا رهيب شباب. ممكن هنا بحط البلاتفورم، خلينا نكسر، يمكن انتم مو شايفين انا ايش المساحه. ثواني اوه في عندنا وحده اوبسيدين هنا، تعال هنا يا الاوبسيدين. والله الاوبسيدين هذا الكهف يعطيك اوبسيدين بالهبل شباب. فشباب النظره النهائيه راح تكون كذا، شوف المساحات الفارغه هنا، وربي راح احط بلاتفورم هنا كبير كثير عشان احط فيه كل الادوات اللي نحتاجها. وبهذه المنطقه يا جماعه الخير راح نحاول نسوي المزرعه، لان في عندنا نهر، تخيل في عندنا بحيره مو نهر، يعني في عندنا بركه صغيره. وايضا يا جماعه الخير فقره تطليع الطفرات راح تكون من هذا المكان عشان احاول اشتغل على الديناصورات، بصفهم في هذا المكان واصفهم في هذا المكان. هذا اللي انا رحت زواجته وجبته من باريو يا جماعه، شوف كيف شكله ولونه محلى. هذا تبع باريو يا جماعه الخير. اوه ماي جاد، طبعا كان تبع باريو يا جماعه، الدمج تبعه جدا ضعيف، فالدمج هذا اعطى للطفل وطلع لونه كذا من باريو ودمجه كذا مني انا، يعني شايفين كذا صار في خليط اسطوري. وبالامس يا جماعه الخير رحت جبت مخلوق كان لازم اني اجيبه اذا في حال حبيت اني اشتغل على انتاجات الديناصورات، يعني اللي هو هذا الديناصور. بوريكم عليه الان شباب، والله انكم راح تصدقون الان. من منكم يعرف هذا المخلوق يا جماعه الخير؟ هذا المخلوق يدعى باليونيكورن، اتوقع اللي يعرف يعرف، اللي ما يعرف ما يعرف. اليونيكورن يجيب لك الحظ، اذا في حال حطيته في هذا المكان وفي حال جبت بيضه وحبيت تطلع البيضه احتمال انه يطلع ديناصورين وثلاثه اكبر بكثير من مع هذا انه بدون، يعني فاهمين الفكره اتوقع. فيب اعطوني رايكم بالتعليقات عن هذا المكان الجديد، راح تشوفونه بالحلقه القادمه، راح يكون شيء جدا جدا خيالي. هذا هو كل شيء يا جماعه الخير عندي لليوم، يعني اتمنى انكم استمتعتوا بهذا المقطع. راح اروح الان اشتغل من الان على بعض الاشياء في البيت الجديد، يعني لازم اصنع اشياء اكون جاهز. فعلى العموم يا جماعه الخير شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع، كان معكم محمود من قناه ممكالو، السلام عليكم، في امان الله، القاكم بالحلقه القادمه باذن الله.